بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلبة في حل قضايا لغوي لدرس ابن زيدون. السؤال الأول: ميز الأفعال اللازمة من المتعدية. أولا، الفعل المتعدي هو فعل يحتاج المفعول به لإتمام معنى الجملة، أما الفعل اللازم فيكتفي بالفعل. نكاد حين تناجيكم، تناجيكم هو فعل متعد. ليش؟ لأنه تناجي فعل والكاف مفعول به مقدم وضمائرنا فاعل مؤخر. يقضي فعل لازم لأنه ما في مفعول به بالجملة. يقضي الأسى علينا، يقضي فعل والأسى مفعول به وعلينا، عفوا، يقضي فعل والأسى فاعل وما في مفعول به في الجملة، فإذا يقضي فعل لازم. تقر فعل وفاعل الواو وعين مفعول به، فإذا تقر هو فعل متعد. تسر كاشحا، تسر فعل والواو فاعل و كاشح المفعول به، إذا تسر فعل متعد. نشتق من الفعل رأس التأسي للدلالة على التكلف، فماذا نشتق من الأفعال الآتية؟ صبر التصبر، ملق التملق، شبه التشبه، ونكر التنكر، وشجع التشجع. السؤال الثالث: اقرأ البيتين الآتيين ثم أجب عن الأسئلة التي تليهما. نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا إن طالما غير النأي المحبين. إلى من يعود الضمير في الكلمات تناجيكم؟ الكاف على تعود على ولادة، ضمائرنا إنا تعود على ابن زيدون، نأيكم أيضا الكاف تعود على ولادة. طبعا تيجي تقول لي تناجيكم وضمائرنا ونأيكم كلها يعني تدل على الجمع. هنا تكلم الشاعر بحال كل شخص حبيب وبعد أو افترق عن محبوبته، لذلك يعني استخدم الضمير الجمع ولم يستخدم ضمير اللهم صل على سيدنا محمد المفرد. هذا جواب لمن يسأل عن هذا الشيء. باء: أعرب ما تحته خط. ضمائرنا فاعل مؤخر مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، والنا ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. لا تحسبوا نأيكم، لا حرف نهي وجزم، تحسب فعل مضارع مجزوم على جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نأيكم هي عبارة عن ثلاث أمور: إن كلمة نأي لحال، وضمير لحال كاف، والميم لحال. نأي مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، والميم علامة الجمع. يعطيكم ألف عافية.